خضر أول ما فاقت وشافت زين وإياس في وشها قعدت تصرخ وتعيط بأعلى ما فيها، ودخلت تقريبا في حالة من الهستيريا. إياس ساعتها حاول يهديها ويقول لها اهدي وأنا هشوف حل للي حصل، بس هي للأسف كانت مرعوبة وخايفة منهم. إياس ساعتها خد زين وخرج بره الأوضة على أساس إن هما يتكلموا ويشوفوا حل للي حصل ده. إياس وقف مصدوم وقال له إيه اللي أنت عملته ده يا زين، حرام عليك. قال له إيه الحكاية، قسما بالله يا إياس أنا ما فاكر أي حاجة خالص ومش عارف اللي حصل ده حصل إزاي. أنا فعلا ضيعت البنت اللي جوه دي، والبنت شكلها بنت ناس ومحترمة، أنا لأول مرة في حياتي أبقى واقف كده زي الحمار مش عارف أتصرف. قال له المشكلة مش في كده، المصيبة إن البنت اللي جوه ديك واحدة من طلابك، يعني أنت كده كده لابسها، يعني أي حد في الدنيا مش هيصدق إنك ما كنتش قاصد تعمل حاجة زي كده، ومفيش حل قدامك غير إنك تتجوزها. قال له اتجوز مين يا عم أنت عبيط. قال له اهدى يا زين وفكر كويس، أنت مفيش حل قدامك غير كده. اللي فهمته إن البنت اللي جوه ديك واحدة من طلابك ومن اللي أنت بتدرس لهم، وبيتهيألي أنت أكيد هتفتكرها. قال له مستحيل يا عم. بس قبل ساعتها ما يكمل كلامه افتكرها، أيوة افتكرها، وإن هي واحدة من المتميزات اللي عنده. ساعتها بقى متعصب جدا وقال النيلة اللي أنا فيها دي، بالفعل البنت اللي جوه دي اسمها قدر كريم من المتميزات اللي عندي، ده أنا حتى لسه النهاردة كنت بديها العلامات بتاعة الامتحان، وتعتبر هي واحدة صاحبتها أهم اتنين عندي في المدرج. قال له بس اصبر كده، هما أهلها عرفوا إزاي إن أنا خطفتها؟ قال له يا عم امبارح كان معاها واحدة صاحبتها، وأنا حاولت أعمل معاها نفس اللي أنت عملته مع قدر، بس للأسف هي هربت مني امبارح. وساعتها خرج صوت من الأوضة، فزين قال لي إياس خليك هنا أشوف إيه اللي فيه جوه وأجيلك. جري زين على الأوضة، وساعتها كانت قدر غرقانة بدمها لأنها حاولت إنها تنتحر. غطاها ساعتها بالملاية ولبس هدومه بسرعة ونادى على إياس، قال له يا إياس تعالى لي بسرعة. إياس طبعا جري على الأوضة، قال له في خير إيه؟ ساعتها اتصدم طبعا لما شاف قدر غرقانة في دمها. قال له أنت هتعمل إيه دلوقتي؟ قال له هعمل إيه يعني؟ انزل جهز العربية عشان لازم أخدها على المستشفى دلوقتي حالا. قال له أنت اتجننت يا زين؟ هتاخدها وتروح المستشفى، ولو سألوك مين اللي عمل فيها كده هتقول لهم إيه؟ قال له يعني إيه اللي هيقولوا لي إيه يعني؟ أنت مجنون؟ أنا ضيعت شرفها وعايزني كمان أضيع حياتها؟ يلا مفيش وقت. وساعتها زين فعلا خدها على المستشفى بسرعة البرق، وعملوا لها الإجراءات اللازمة لحد ما تعدي طبعا مرحلة الخطر، لأنها كانت نزفت دم كتير جدا. ولما خرج الدكتور من الأوضة بتاعت قدر ندى عليهم وقال لهم لو سمحتوا اللي جوه ديك حالة اغتصاب وعنف قوي جدا، واحنا لازم نعمل محضر باللي حصل ونبلغ. زين طبعا ساعتها مسكتش ومسك الدكتور من الروب بتاعه وقال له قسما بالله أنا لو عرفت إنك بلغت لأقفل لك المستشفى دي، هو أنت مش عارف أنت بتكلم مين ولا إيه؟ الدكتور لا قال له يا باشا عارفك، عارفك كويس قوي يا زين باشا، لكن انا واجبي بيحتم عليا ان انا ما اسكتش على اللي انا شفته ده، وان البنت اللي جوه اللي بين الحياه والموت دي اللي شرفها ضاع واتدمرت بالشكل ده ما ينفعش اسكت عن حقها، وسامحني انا لازم ابلغ. وساعتها فعلا الدكتور مشي من قدامه. اياس قال له ايه يا زين، هو انت اتجننت؟ ايه الطريقه اللي انت بتكلم بيها الدكتور دي؟ هو انت فاكر ان انت لما تعمل معاه كده هو هيسكت ومش هيبلغ؟ وخلي بالك هو معاه حق، فهمت؟ ساعتها زين ولع سيجاره وبص على اياس وقال له بقولك ايه اياس، روح هات لي مأذون بسرعه واتنين شهود. قال له انت هتتجوزها؟ قال له زي ما انت قلت بالظبط، انا ما قداميش حل غير كده. قال له ازاي يعني وهي هتوافق؟ قال له مش بكيفها، هي كده كده هتوافق سواء بمزاجها او غصبا عنها. وفعلا اياس مش عشان يجيب المأذون. وساعتها دخل زين لقدر، وهي طبعا اول ما شافته خافت منه وافتكرت كل اللي حصل وترعبت، وقعدت تقول له ابعد عني ارجوك، ابوس ايدك ابعد عنك في اللي انت عملته، وفضلت تصرخ. زين ساعتها قرب عليها وحط ايده على بقها وقال لها انت تخرصي خالص وما تفتحيش بقك، سمعتي انا هشيل ايدي دلوقتي من على بقك، لكن قسم بالله لو سمعتك بتصرخي تقري الفتحة على روحك. ساعتها قدر عيطت وهزت راسها بانها موافقه، وفعلا هو شال ايده من عليها، واول ما شال ايده من على بقها قال لها بصي بقى يا بنت الناس، انا مش من طبيعي اصلا ان انا اخد واحده بالغصب، واللي حصل ده انا ما اعرفش حصل ازاي ومش فاكره، بس هو حصل وصار امر واقع، ولازم دلوقتي نشوف حل نرضي بكل الاطراف. ساعتها قدر ردت عليه وقالت له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، انت حيوان، اخرج بره، روح ربنا ينتقم منك ويضيعك ويكسر فرحتك زي ما ضيعتني وكسرتني وضيعت فرحه اهلي بيا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. ساعتها زين قال لها ما تخرسي بقى انت ما بتفهميش، انا قلت لك انا لو سمعت صوتك ده انا هعمل فيك اللي انا عملته مره واثنين وثلاثه، اسمعيني بقى اسمعي علشان لازم نلاقي حل للمصيبه اللي احنا واقعين فيها دي، ماشي؟ يا صاحبي راح يجي المأذون واتنين شهود وهكتب كتابي عليكي
وطبعا ده علشان استر عليكي، لان اللي انا عملته ده مش من طبعي، ومش من طبعي ان انا اخد واحده بالغصب. لكن لو تنحتي حلوه وما رضيتيش تقري الفاتحه على اهلك كلهم، انت فاهماني؟ ساعتها قدر قالت له روح ربنا ينتقم منك. الله والله انا ماليش دعوه بدعاء كده كله، وما يفرقش معايا اصلا، انت المفروض تدعي لي ان انا هتجوزك واستر عليكي، سمعتي؟ ساعتها قدر فضلت تعيط وهي ساكته ومش عارفه تعمل ايه، لان حياتها انقلبت في يوم وليله بسبب حيوان زي ده. ساعتها هو كسر تفكيرها وقال لها وبالنسبه لاهلك لو جم، كل اللي هتقوليه ان احنا بنحب بعض، وانك هربتي معايا، وان احنا متجوزين على سنه الله ورسوله ومن فتره كمان، فاهمه؟ يا اما قسما بالله لا هرميكي وما هسال فيكي، وهتنفتحي انت واهلك، وساعتها اهلك هيتضروا منك، لان ببساطه جدا هروح لهم واقول لهم ان كل اللي حصل ده كان بمزاجك، وان كنت ماشيه معايا، وان كنت مقضيها بمعنى اصح، وساعتها فضحتك انت واهلك بين الناس محدش هينساها، والخيار ليك يا حلو. في الوقت ده الباب اتخبط، وكان اياس ودخل، وكان معاه المأذون والشهود، وفي لحظات كانت بتعتبر لحظات تغييب بالنسبة للقدر، كانت مغيبة عن الدنيا كلها، وفي لحظة بقت مرات زين الإنابي. ساعتها زين خرج الناس لحد بره، ووقف إياس يضحك وبيقول له مبروك يا عريس. زين قال له خلاص يا عم، أنا مش مصدق أصلا أنا عملت كده إزاي، ومش عارف أروح أقول لأبويا إيه. قال له ولا حاجة يا عم، أبوك كده كده بقاله فترة بيزن عليك عشان تتجوز، إيه المشكلة يعني؟ وبعدين يا عم هي واحدة أقول له اتعرفت عليها واتجوزتها وخلاص، وأكيد أبوك يعني هينسى، لأنه أكيد هيبقى مبسوط إنك اتجوزت. قال له يا عم والبنت اللي هو دي أنا عمري في يوم من الأيام ما هتقبلها، ولا هي عمرها في يوم من الأيام بتقبلني، ومش عارف أنا هقدر أكمل معاها إزاي. قال له ولا أي حاجة، هتخليها على ذمتك كام شهر، وبعد كده يا عم خليها تروح لحال سبيلها، وبعدين ما تحمد ربنا إن أنت اتجوزتها أصلا وسترت عليه، هي كانت في يوم من الأيام تحلم إنها تتجوز واحد زيك. قال له يا عم بعد اللي أنا عملته فيها كل الكلام ده مش هيفرق معاه، وهي اصلا متاكد انها مرعوبه من اهلها، وفكره ان هم يجوا وتقول لهم الكلام ده انا بجد مش عارف هعمل ايه. وساعتها زين ساب اياس بره ودخل لها جوه وقال لها مبروك يا عروسه، وهي طبعا ما كانتش بصاله، هي كانت سرحانه اصلا، واول ما لاحظت انه دخل بصت له وقالت له بص انا هقول لك كلمتين اتنين، اوعى تفتكر ان انت عملتك دي هتنفد بيها، ده ربنا كبير قوي وما بينساش وبيمهي ولا يهمل، انت عارف انا عمري في يوم من الايام ما عملت حاجه تغضب ربنا، علشان كده عارفه ان هو هياخد لي حقي وعلى عينيا. واللي عايزه اقوله لك ان الكلمه اللي اقولها لك دلوقتي هتاخد لي حقي وحق اهلي منك، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. وساعتها راحت مدوره وشها الناحيه التانيه. اما عند اهل قدر كان في البيت امها فريده وصاحبه عمرها ملك، كانوا قاعدين هما الاتنين بيعيطوا وبيدعوا ربنا ان هو يسترها عليهم ويحمي قدر من اللي هي فيه، لانهم كانوا لحد الوقت ده ما يعرفوش هي فين. في الوقت ده قدر دخل وفتح الباب وجريت عليه امه وقالت له ايه اللي انت عملته، عرفت حاجه جديده عن اختك؟ قال لها لا يا امي ما اعرفش اي حاجه، وابويا فين؟ الله، قالت له ساعتها ابوك راح يدور عليها في المستشفيات يا ابني ولسه ما جاش لحد دلوقتي. وفعلا كان كريم ابوها في الشارع بيدور عليها في جميع المستشفيات لحد تقريبا ما يئس، وفجأة وهو في الشارع تليفونه رن ورد عليه واحد من الشرطة وقال له حضرتك كنت مبلغ عندنا بلاغ فقدان عن بنتك، واللي احنا عرفناه انها موجودة دلوقتي في المستشفى الفلانية، وللأسف جت في حالة اغتصاب، واحنا قررنا ان احنا نبلغ حضرتك قبل ما نروح لها، ويا ريت تحصلنا على هناك. ساعتها ابو قدر وقع على الارض ودموعه كانوا بينزلوا زي الشلال، مبقاش مصدق اللي الشرطة بتقوله، وفعلا عرف عنوان المستشفى وقرر ان هو يروح على هناك جري. بس قبل ما يعمل كده اتصل على ابنه قادر ورن عليه وقال له وحكى له اللي حصل، قال له بس اوعى تحكي لامك وحصلني على هناك على المستشفى. وفعلا وصلوا هما تقريبا الاثنين مع بعض في نفس الوقت، واول ما وصلوا راحوا للسجلات وسالوا عليها، وسال الواحده كانت واقفه هناك ممرضه قال لها لو سمحتي انا بنتي جايه هنا معتدي عليها هي فين؟ الممرضه قالت له ثواني وهدور لك عليها، وفعلا دورت عليها في الكمبيوتر وقالت له هي في الدور الثالث في الاوضه ال15. جري ساعتها كريم وقادر على اوضتها ودخل، ما كانوش مصدقين ان هم هيشوفوا بنتهم في الوضع ده. وفعلا اول ما دخلوا لقوها نايمه زي الملاك لكن بوش ضعيف وبهتان. جري عليها كريم وبعياط وقال لها فوقي يا بنتي فوقي، ابوكي جه. ساعتها الدكتور دخل وقال لهم لو سمحتوا سيبوها دلوقتي واطلعوا معايا بره، هي في حاجه انها ترتاح، انا مديها حقنه انها تنام. وساعتها قدر بقى عمال يعيط زي الطفل الصغير، وقدر بقت الدموع متحجره في عينه بيقول له ارجوك يا دكتور. الدكتور رد على قدر وقال له أختك كانت جاية لنا المستشفى هنا بين الحياة والموت في حالة اغتصاب ومحاولة انتحار مع بعض، احنا عملنا معاها اللازم كله
وتقريبا دلوقتي هي عدت مرحلة الخطر، بس دعولها لأنها فعلا تقريبا داخلة على مرحلة اكتئاب حاد من ساعة ما فاقت، وهي لا بتبطل عياط ولا صريخ. قطع كلامهم في الوقت ده ظهور زين القناوي، وقادر أول ما شافه انصدم وبصله كده وقال له: دكتور زين، حضرتك بتعمل ايه هنا؟ كريم قال له: مين ده يا ابني؟ ومين الدكتور اللي انت بتتكلم معاه ده؟ قال له: مفيش يا والدي، ده دكتور زين بيدرس عندنا في الجامعة انتداب، بس هو أصلا دكتور أساسي عند قدر في الجامعة، عشان كده مستغرب وجوده هنا. زين ضحك ضحكة صفرة كده وقال لهم: خلصتوا حلقة التعريف بتاعتكو، أنا زين القناوي. وقبل ما يكمل كلامه ظهرت الشرطة، وقفوا يتكلموا مع كريم وقدر وقال لهم: احنا جايين المستشفى هنا بناء على بلاغ اغتصاب لفتاة، البنت دي اسمها قدر كليم، ممكن نعرف هي فين؟ زين القناوي قطع كلامهم وقال له: حضرتك مفيش حد هنا بالاسم دوك ممكن يكون اتعرض لحالة اغتصاب، لان بمعنى اصح كده مفيش واحدة بتغتصب من زوجها. فراح بيقول له: يبقى انت بقى زين القناوي اللي المفروض اصلا متهم بحاجة زي كده ومطلوب القبض عليك. قال له: انت ما تقدرش اصلا تقبض عليا، لان انا معايا قسيمة جواز اهي، حضرتك اتفضل شوفها، بتأكد ان اللي جوه دي مراتي تقريبا من كام شهر، وبديهي كده مفيش واحد اصلا بيغتصب مراته. الكل طبعا اتصدم من الكلام. ساعتها كريم قال له: مرات مين يا راجل انت عبيط؟ انا بنتي استحالة تغلط، تربيتي عمرها في يوم من الايام ما تبقى غلط، انا بنتي عمرها ما تكسر راسي وتكسر رقبتي انا واخوها، بنتي هتروح تتجوزك انت من ورانا ليه؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ قال له: والله هو ده اللي حصل، بنتك اللي جوه مراتي، وقسمت الجواز هيك يا حضرة الضابط، لو فيها اي غلط تقدر تقول لهم. ساعتها الضابط وقف وقال لهم: للاسف القسيمة ما فيهاش اي غلط، القسيمة رسمية وموثقة وتقريبا بتاريخ قديم كمان، يعني هي مراته بقالها فترة. وساعتها الضابط اعتذر ومشي. ساعتها قادر بقى واقف متنح ما بيتكلمش وما بينطقش، وبقت عينه حمرا وكلها شرار، وكل اللي عمله ساعتها ان هو مسك زين من هدومه وقال له: اقسم بالله يا زين، لو عرفت ان انت اللي عملت كده في اختي او كنت السبب في قسرتنا دي لدمرك، وما بقاش راجل لو ما فضحتك زي ما فضحتين انا واهلي، بقى انا اختي هتتجوزك انت ومن غير علمنا ليه؟ ده انا اختي متربيه احسن تربيه، انت عملت كده ازاي في اختي؟ انت عملت كده ازاي لو راجل انت؟ قال له: لو راجل انت نزل ايدك تحت جنبك كده وقف كلمني عدل، اختك اللي جوه دي تبقى مراتي بمزاجك او غصب عنك، هي مراتي وما عنديش كلام تاني اقوله غير كده. في الوقت ده قدر فائت، وقبل ما تكمل كلامها تنتهي الحلقه التانيه بتاعتنا. وياريت تقولي لي رايكم في التعليقات في الحلقه التانيه، وتتوقعوا معايا ايه اللي ممكن يحصل في الحلقه الجايه، وقدر لما تفوق هتقول ايه. وياريت تكون الحلقه عجبتكم، واستنى رايكم في